وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي فريد غازي. مساء الخير أستاذ فريد. مساء الخير ومساء النور. بداية أستاذ فريد، يعني هناك شفافية حقيقة واضحة تمثلت في إعلان الإصلاح والتأهيل بتاريخ 21 فبراير 2021 عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا، مع ذلك تستمر محاولات التشويه رغم أن يعني كافة سجون العالم بها مصابون ووفيات من كورونا، يعني كيف تعلق على ذلك؟ وللأسف يعني بأن أجهزة الدولة بما فيها الإصلاح والتأهيل مستهدفة من بعض المنظمات التي تدعي بحقوق الإنسان ولا تتحرى الحقيقة، لأن الإصلاح والتأهيل حقيقة لديه إجراءات مشددة لعزل المصابين بالفيروسات، أو بشأن الزيارة يتوجب أن يكون الأهل المصاب متطعمين باللقاح، وأيضا لمن رغب من النزلاء أن يتطعم باللقاح. وهذه الإجراءات متعارف عليها منذ بدء جائحة كورونا واتخاذ الفريق الوطني لمكافحة الكورونا الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذا الشأن. ونحن نعلم بأن الإصلاح والتأهيل لديه إجراءات مشددة حتى قبل الكورونا بالنسبة إلى الأمراض الفيروسية والأمراض المعدية بالنسبة للنزلاء، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للنزلاء لأنهم تحت حماية ورعاية الدولة. صحيح أنهم معزولين بموجب أحكام منفذة لحماية المجتمع، ولكن من مسؤولية الدولة حمايتهم أثناء تنفيذ الأحكام. وهذه الإجراءات حقيقة صارمة وشديدة بالنسبة لمكافحة الأمراض من قبل الإصلاح والتأهيل داخل العنابر السجناء. وأيضا الإجراءات في السابق ولا زالت دائما تنتهج ناس فحص الموقوف أو الذي ينفذ عقوبة من الأمراض والتأكد من خلوه من الأمراض، وإذا أصيب يتم عزله، وهنالك العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على صحة النزلاء وعدم انتشار الفيروس يعني المرض بينهم، ليس فقط على النزلاء بل أيضا من الزائرين للنزلاء من أهلهم ومن المحامين ومن له مصلحة في زيارة النزلاء في العنابر. نعم، المحامي فريد غازي، شكرا جزيلا لك.